الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر لتجاوز أزمة الغذاء العالمية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية. قصف مربعات سكنية بأنحاء القطاع وتصاعد الضغوط لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وإسرائيل تقصف جنوبي لبنان، والمبعوث الأمريكي يزور بيروت في مسعى لخفض التصعيد. أخبار السابعة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة قناة النيل للأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعي مصر لتجاوز أزمة الغذاء العالمية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مصر كونها أكبر مستوردي الحبوب في العالم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شادانيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا، مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكدا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة. أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تذكارية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات. خلال الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي، حذر وزير الخارجية سامح شكري من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واعتداءاتها على لبنان يهددان أمن المنطقة ككل. لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بانتقال إلى مسار حل سياسي جاد للقضية الفلسطينية والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط 4 يونيو 1967. لقد ألقت تلك الأزمة بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة ككل، حيث تتسبب
الاعتداءات الإسرائيلية في اضطرابات إقليمية يتوسع على نحو مستمر. فبتنا أمام تهديدات خطيرة لسلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أن الأوضاع في لبنان أصبحت تستدعي قلقا حقيقيا على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، أكد أن قطر ومصر بذلتا جهودا كبيرة لوقف الحرب على غزة. قد شهدنا خلال الأشهر الماضية بكل يأساة العدوان الهمجي والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر استهدافها للمدنيين والبنى التحتية وقطع الخدمات الأساسية والحيوية، إضافة إلى محاولة وضع الشعب الفلسطيني المحاصر بين مطرقة الإبادة الجماعية وسندان التطهير العرقي أو التهجير القسري، وجميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد بذلت دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والشركاء الإقليميين والدوليين جهودا كبيرة في الوساطة لوقف هذه الحرب الانتقامية بين إسرائيل وحركة حماس، وستواصل دولة قطر جهودها مع الدول الفاعلة كافة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، هكذا أكد البيان الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري المشترك والذي أقيم بين مجلس التعاون ومصر في العاصمة السعودية الرياض. فبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية سامح شكري، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي جاسم محمد البديوي على أهمية اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر لما يربط الجانبين من أواصر وعلاقات استراتيجية مهمة، رافضا في الوقت ذاته أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل. البديوي لفت إلى أن المجلس الوزاري أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي التي من شأنها الإسهام في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي. وجدد مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماعات الوزارية الثلاثة والتي عقدت بشكل منفصل مع مصر والمغرب والأردن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة لما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. وأكد المجلس أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن مواقف المجلس ثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المغرب ودعم مغربية الصحراء ومساندة مبادرة الحكم الذاتي، وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه. كما أكد البديوي على دعم المجلس الكامل لوحدة وسيادة الأردن ودعم جميع القرارات التي تتخذها عمان لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد من استقرار وأمن المنطقة، مدينا الاعتداءات المسلحة على الحدود الأردنية من قبل الجماعات الإرهابية ومهربي المخدرات. شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع وسط قصف مدفعي استهدف المنازل والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 30410 شهداء. ما يقرب من 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وغارات الاحتلال لا تتوقف على مختلف مناطق القطاع، مضيفة قوائم جديدة للشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال. أحدث المجازر التي يرتكبها الاحتلال وقعت عند دوار الكويت بمدينة غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار صوب المدنيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحينة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. كانت طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت شاحنة صغيرة
تحمل مساعدات إنسانية في دير البلح وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين. كما قصفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة عماد بمحيط مستوصف الأقصى في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين. على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في غزة، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء العمليات البرية بالقطاع في 27 أكتوبر إلى 246. في المقابل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أن مقاتليها نفذوا عددا من المهام ضد قوات الاحتلال في حي الزيتون، حيث قصفوا تجمعا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون وخاضوا اشتباكات معهم بالأسلحة الرشاشة، كما أطلقوا صاروخا موجها على مبنى تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح قصف حشود جنود الاحتلال وألياتهم العسكرية بقذائف الهاون في محور ساريم جنوبي مدينة غزة. ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لقطات لاستيلاء مقاتليها على طائرتين من طراز سكاي لارك في حي الزيتون بمدينة غزة. أعلنت حركة حماس أن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها. يضغط الوسطاء للتوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان المبارك. جولة جديدة من المباحثات الهادفة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس انطلقت مع مواصلة دولة الاحتلال عملياتها العسكرية المكثفة في قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية متعاظمة بعدما يقرب من 5 أشهر على اندلاع الحرب. التسريبات قالت إن الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة ينص على وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزا وأسيرا في غزة في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويأمل الوسطاء أن يتم الاتفاق بشأن الهدنة قبل حلول شهر رمضان الذي لم يبق على بدئه إلا أيام قليلة. وبينما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود المقترح، إلا أن تل أبيب لم تؤكد ذلك. في المقابل، قالت حركة حماس إن الاتفاق ممكن في حال تجاوبت إسرائيل مع مطالب الحركة بوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب قواتها منه لتمكين الفلسطينيين النازحين من الرجوع إلى شمال القطاع، بالإضافة إلى إدخال ما لا يقل عن 400 إلى 500 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، بما يضمن تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز. وتطالب إسرائيل بتقديم قائمة بأسماء الرهائن 130 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وتعتقد أن أكثر من 30 منهم لقوا حتفهم. ومن شأن إبرام اتفاق أن يؤدي إلى أول هدنة طويلة للحرب والتي اندلعت في 7 أكتوبر ولم تتوقف حتى الآن سوى لأسبوع واحد في نوفمبر الماضي. من جانبها، دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. And given the immense scale of suffering in Gaza. نظرا لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار على مدى الأسابيع الستة المقبلة على الأقل،
وهذا هو المطروح حاليا على الطاولة. سيؤدي ذلك إلى إخراج الرهائن وإدخال قدر كبير من المساعدات، وهذا سيسمح ببناء أكثر استدامة لضمان أمن إسرائيل واحترام حق الشعب الفلسطيني في الكرامة والحرية وتقرير المصير. تزعم حماس أنها تريد وقف إطلاق النار. حسنا، هناك صفقة مطروحة على الطاولة، وعلى حماس أن توافق على هذه الصفقة. دعونا نحصل على وقف إطلاق النار، دعونا نجمع الرهائن مع عائلاتهم، دعونا نقدم الإغاثة الفورية لشعب غزة. وفي تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار عبر سكايب، قال جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قال إن المقاومة لن تقبل بأي اتفاق لا يصل لوقف إطلاق نار وتبادل الأسرى وإيصال المساعدات. باعتقاد عدم إرسال إسرائيل وفد إلى القاهرة من أجل استمرار هذا الحوار هي رسالة يعني ليست في الاتجاه الصحيح، وهذا لا يعنينا بالمناسبة، يعنينا موقف المقاومة من إطار باريس الثاني الذي تم طرحه. إلى الآن المقاومة لم تقدم جوابها إلى هذه اللحظة، ولكن نسمع من وسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكية وغيرها، ولكن أنا باعتقادي المقاومة لن تقبل بأي عملية وبأي إطار لا يصل بنا إلى وقف نار ولا يصل بنا إلى عملية تبادل أسرى وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني. وقال حويل إن أي مشروع سياسي فلسطيني لن ينجح دون وحدة بين الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر هي الأقدر على لم شمل الفلسطينيين. أي مشروع يقدم الرئيس أبو مازن أو تقدم حماس بدون وحدة لا يعني أي شيء، وبالتالي حفاظا على يعني من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل أن نطرح مشروع سياسي مقبول دوليا علينا أن نتوحد ونجتمع معا، وأنا باعتقادي أن مصر الطرف المصري هو الأقدر على لملمة ووحدة هذا الشعب الفلسطيني، لأن لها تجربة طويلة جدا مع الشعب الفلسطيني وتدرك أهم التفاصيل. كشفت تقارير إسرائيلية أن مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي قدموا استقالاتهم أمس، ولم يصدر أي تعليق من الجيش على هذه الأنباء. احتجاجا على سير الأمور العملياتية، كشفت تقارير إسرائيلية أن مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي قدمت استقالاتها أمس الأحد، وقالت إن من بين المستقلين الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هيجاري، كما ستترك رئيسة دائرة الاتصالات في الوحدة وظيفتها بحسب تقارير. موجة الاستقالات تأتي في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهم على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، وهي تعكس الاضطراب بقسم المعلومات الذي يديره الناطق العسكري، كما تأتي في غمرة خلافات داخل إسرائيل تتعمق بشكل كبير بعد إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي اقترب من شهره السادس، فمع تخبط مجلس الحرب وفشله في تحقيق أهداف العدوان التي أعلنها سابقا ومن بينها القضاء على حماس واستعادة الرهائن، بدأ المجتمع الإسرائيلي يظهر غضبه، خاصة مع زيادة حجم الخسائر في الأفراد والعتاد وتراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي. وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء أمس، استمع الوفد إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول كيفية استقبال الجرحى الفلسطينيين ونوعية الإصابات التي لحقت بهم والجهود التي يقوم بها الفريق الطبي في علاجهم. قام الوفد الأوروبي خلال الزيارة التي استمرت لعدة ساعات بتفقد مخازن المساعدات اللوجستية بالعريش، واستمع الوفد إلى شرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وتخزينها وتكويدها وإرسالها إلى قطاع غزة وحجم المساعدات والدول التي قدمت المساعدات وأنواعها. هذا وقد أشاد أودو بول من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بالجهود المصرية في استقبال المرضى الفلسطينيين وتقديم المساعدات لهم. وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد في رأينا للقيام بالأمر الأكثر إلحاحا الآن، وهو منع مقتل الآلاف من الأشخاص وإزهاق أرواح الأبرياء
وتقديم المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها حقا. هذا ما نحمله في رسائلنا وما عرفناه. واسمحوا لي أن أؤكد أننا ممتنون حقا للشعب المصري لدعمه في ظل مأساة مطلقة وأزمة مطلقة. لقد رأينا دوركم أيها المصريون في المساعدات الإنسانية، وشاهدنا الأنشطة اللوجستية هنا في المستودعات والدعم الطبي في مستشفياتكم، ونحن ممتنون لذلك. وأنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده من أجل أن يدعمكم في موقفكم هذا. في مشرحة خارج مستشفى في رفح بكت نساء وانتحبن بجانب صفوف من جثمين تنتمي لعائلة أبو عنزة التي استشهد فيها 14 من أفرادها في غارة جوية إسرائيلية خلال الليل. نايمين والله، فجأة الساعة 11:30 حسيت أنا حالي برميل مي طايح. أنا أولادي جنبي بقول أولادي يوم هاجوا الشباب قالوا لا سامعين، قلت لها سامعك، طب دوروا لعولاد، دوروا لعولادي، طلعوني قالوا ولادك خلاص، وجو أبوهم مات معي. بأشد مشاعر الحسرة ودعت الأم الفلسطينية الثكلى رانيا أبو عنزة رضيعيها الذين استشهدا خلال غارة على حي السلام في مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة وفق وزارة الصحة. تنتحب رانيا وهي تحمل طفليها الرضيعين وسام ونعيم أبو عنزة البالغين 6 أشهر بعدما قتل في غارة جوية إلى جانب 14 شخصا من أقاربها. الزربة ما دور نايمين ولا احنا بنقص ولا بنحارب ولا شيء، نايمين والله، نايمين بدورنا عنا نازحين. الزربة ما دور، قولوا الزربة، الزربة الطفل هذا جت عند انتظار الزربة، قولوا لي الزربهم، احكوا لي يا عالم، حسوا فيا يا عالم، حسوش اصلا انتم كافين علينا، بتفرج علينا. وبحرقة كشفت الام انها انجبتهما بعد 10 سنوات خاضت خلالها محاولات تلقيح عدة وزراعة داخل الرحم لتحقق حلمها في ان تصبح اما قبل ان تنهي وحشية الاحتلال هذا الحلم. وفيما كانت رانيا ابو عنزة تودع طفليها تواصلت في منزل العائلة الذي تحولت طبقاته الاربع الى ركام محاولات انقاذ من هم تحت الانقاض. ويعكف الرجال المشاركون في عمليات الانقاذ الى منادات الضحايا المحتملين باسمائهم سجى، احمد، ويزن. ورغم زعم اسرائيل ان حملتها تهدف الى القضاء على نشطاء حركة المقاومة حماس، لكن شحدة ابو عنزة ابن شقيق صاحب المنزل أكد أن كل الضحايا جراء الغارة هم مدنيون ولا وجود لعسكري بينهم. ورغم تواصل المباحثات للوصول إلى هدنة قبل شهر رمضان المبارك، لكن بالنسبة لرانيا أبو عنزة فإن الهدنة إن حصلت ستأتي متأخرة ولن تعني شيئا بعد ارتقاء طفليها وزوجها شهداء. طالبت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إسرائيل بوقف ما وصفتها بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة. لقد رأينا تقارير عن أسر تأكل أوراق الشجر أو أعلاف الحيوانات ونساء يلدن أطفالا يعانون من سوء التغذية دون رعاية طبية تذكر، وأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف. كما قلت مرارا فقد قتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين الأبرياء، وقبل بضعة أيام فقط رأينا أناسا جياعا ويائسين يقتربون من شاحنات المساعدات محاولين ببساطة تأمين الغذاء لعائلاتهم بعد أسابيع من عدم وصول المساعدات تقريبا إلى شمالي القطاع، وقد قوبلوا بإطلاق النار والفوضى. إن قلوبنا تنفطر لضحايا تلك المأساة المروعة ولجميع الأبرياء في غزة الذين يعانون مما يبدو واضحا أنه كارثة إنسانية. وطلبت نائبة الرئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية بزيادة المساعدات المقدمة للقطاع وفتح معابر حدودية جديدة. The conditions are inhumane.
إن الظروف غير الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة تجبرنا على التحرك، وسنعمل على إنشاء طريق جديد عبر البحر لإيصال المساعدات، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير لا أعذار، ويجب على إسرائيل فتح معابر حدودية جديدة، ويجب ألا تفرض أي قيود غير ضرورية على إيصال المساعدات، ويجب عليها التأكد من عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني والمواقع والقوافل، ويجب عليها العمل على استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز النظام في غزة لإدخال المزيد من الغذاء والمياه والوقود للمحتاجين. قال مسؤول لبناني إن كبير المستشارين في البيت الأبيض أموس هوكشتاين سوف يزور العاصمة اللبنانية بيروت اليوم لمواصلة الجهود الهادفة لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي وإرساء الاستقرار بين الطرفين. قال إلياس بوصعب نائب المتحدث باسم البرلمان اللبناني إن توقيت الزيارة يشير إلى تقدم في الجهود الرامية للتوصل لهدنة في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أنه إذا تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن توقيت الزيارة يكتسب أهمية كبيرة لوقف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع تمدد الحرب داخل لبنان. أعلن حزب الله استهداف محيط موقع المالكية مقابل بلدة عترون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان. في غضون ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي عترون وبليدة. لا يزال التوتر عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية على أشد، حيث أعلن حزب الله عن استهداف مواقع إسرائيلية عند الحدود دعما للفصائل الفلسطينية في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي هذا السياق أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا موقع جل العلام بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة. كما أعلن الحزب أيضا أن عناصره استهدفوا قوة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما دفع بالقوات الإسرائيلية لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب القتلى والجرحى بالمروحيات من موقع الاستهداف. كما أعلن حزب الله استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبة. قوات الاحتلال الإسرائيلية ردت على هذه الهجمات، حيث أعلنت مصادر مطلعة إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة المطلة على الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى شن قصف مدفعي على بلدات الخيام وتلة الحمامس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وتشهد الحدود اللبنانية تصعيدا منذ 8 أكتوبر الماضي، حيث يعلن الحزب عن استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعما لغزة، في حين يرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف بنى تحتية لحزب الله. ودفع التصعيد خلال نحو 5 أشهر عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى إخلاء منازلهم، وأسفر في لبنان عن مقتل 296 شخصا على الأقل، بينهم أكثر من 200 مقاتل من حزب الله. وفي إسرائيل قتل 10 جنود و6 مدنيين. ويثير التصعيد عند الحدود خشية محلية ودولية من توسع تبادل القصف عبر الحدود إلى مواجهة واسعة بين حزب الله وإسرائيل تعيد للأذهان حرب 2006. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر لتجاوز أزمة الغذاء العالمية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية. قصف مربعات سكنية بأنحاء القطاع وتصاعد الضغوط لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المعظم. حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وإسرائيل تقصف جنوبي لبنان، والمبعوث الأمريكي يزور بيروت في مسعى لخفض التصعيد. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت نال.eg. إلى اللقاء.